الآن مشاهدينا إلى شباك هاشتاج، ويأتينا اليوم من لبنان وما شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وينضم إلينا حسين خريس مراسلنا في بيروت. ونبدأ حسين مع يعني خبر صادم بالفعل، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي صباحا إن كان في لبنان أو في كثير من الدول العربية، وهو إقدام شاب لبناني على الانتحار، طبعا مع عبارة أنا مش كافر. أود الإشارة بداية إلى أنه وردني منذ قليل، منذ بضع دقائق فقط، الاعتداء على الناشط الحقوقي المحامي البارز المعارض في لبنان واصف الحركي أثناء خروجه من إذاعة لبنان الرسمية بعدما أجرت هذه الإذاعة مقابلة معه. إذا تعرض المحامي واصف الحركي المعارض المعروف في لبنان لاعتداء بالضرب المبرح على كل أنحاء جسده في منطقة تلة الخياط في بيروت. أبدأ على وسائل التواصل الاجتماعي كانت قد تصدرت حادثة قتل علي الهق نفسه كل الصفحات، فكتب وسام زغلول بعدما وضع صورة على صفحته علي الهق قائلا: علي فل لأنه تعب من الكفر بالبلد، بس هل أد هاشتاج أنا مش كافر. بالنسبة إلى الناشط محمد عواد أيضا كان قد علق على الموضوع ونشر ردة الفعل التي حصلت في منطقة الحمرة وتحديدا أمام وزارة الداخلية، فنشر فيديو لمحاولات اقتحام وزارة الداخلية منذ أن حصلت الحادثة. نستطيع أن نرى معا الفيديو. الناشطة ريم الخطيب كتبت عن الموضوع أيضا قائلة: اللي انتحر بالحمرة كان خايف من حكيكم بعد ما يموت، اختار آخر كلماته تكون هي أنا مش كافر، يا ريت بهاليومين اللي جايين تعوفونا من تحليلاتكم الماورائية وتمتنعوا عن تحليل نفسيته للزلمة وما تحددوا مصيره ما بعد الموت. بالنسبة إلى هاشتاج على تويتر، أيضا أطلق هاشتاج على تويتر تحت اسم ميشيل عون وهو رئيس الجمهورية اللبنانية، وذلك ارتباطا بما حصل اليوم، فكتبت روان الجعفيل: هذا العهد يجب أن لا يسقط ببساطة، هذا العهد يجب أن يحمل ذنب ضياع أحلام الشعب وضياع أموالهم وحصاد عمرهم وأرواحهم التي سرقت، هذا العهد يجب أن يحاسب، أن يذل من الشعب أشد عذاب وذل، هذا القهر الذي في قلوبهم سيكون دمارا. هاشتاج أنا مش كافر، هاشتاج أنا مش كافر بس الجوع كافر، هاشتاج ميشيل عون. بالنسبة إلى الناشط ميسم زهر الدين كتب على تويتر تحت هاشتاج عهد الذل وعهد الانهيار: يا ليت لبنان بقي في ظل الفراغ الرئاسي ولا أتينا بهكذا عهد ورئيس وحاشية رئاسية، عهدكم سيلعنه التاريخ وتطمره الجغرافيا، مسكين أنت يا لبنان، وكأنك بعهدك هذا كما يقول تدفع ثمن خطايا العالم أجمع. ميشيل عون ارحل فلقد سقط العماد. عمر هرموش علق أيضا تحت هذا الهاشتاج قائلا: ميشيل عون عهدك لازم يسقط اليوم قبل بكرة، عهد الطائفية والعنصرية، عهد الذل والفقر، عهد يلي ما خلونا نشتغل، شو ناطر بعدك لتفل، ناطر جبران يقعد محلك، العالم عم تموت كل يوم 1000 موتة وانت عايش بقصرك، برادك معبى أكل من مالنا. بس هيك كلهم، يعني كلهم عهد الانهيار وأنا مش كافر.
بالنسبة إلى الهاشتاج الأخير، وطبعا نود الإشارة إلى أن موضوع كورونا أصبح موضوعا خجولا على صفحات التواصل الاجتماعي، ما خلا بعض التذكير من قبل بعض الناشطين للتنبيه والانتقاد الحكومة على عدم الانتباه إلى إجراءات الحماية. علق الناشط حسام شبارو بعدما نشر صورة من المطار اللبناني قائلا: كورونا، الوضع الصحي نحو الكارثة. أما الناشط علي حويلي فأيضا كان قد سخر من نشاط في إحدى البلدات الجنوبية، وهو نشاط للتوعية من فيروس كورونا، لكنه نشر هذه الصور التي تخلو من الأقنعة الواقية، وكتب: نشاط توعوي للوقاية من فيروس كورونا، بس ولا حدا حاطط كمامة، ويقصد القناع الواقي، ولا في تباعد على الأقل متر واحد بين الحاضرين، مثل يلي عامل ندوة عن أضرار التدخين بالقهوة. نعم حسين خريس، إذا كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك لرصدك كل هذه التعليقات، ونعتذر عن كل هذه الأخبار الحزينة بما يخص طبعا لبنان، ونتمنى السلامة للجميع.